اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض المطبخ متنوع ومع نفس الطريق وبنفس مستوى الشغل ان احنا بنعمل اكلات بتناسب الجو البرد والشتاء، وبالتاكيد الشتاء له اكلاته. فطبعا غير ان احنا طبعا ممكن ناخد الطبق الشوربه المعروف شوربه العدس، ولكن العدس معايا النهارده العدس ابو جبه. عايز اعمل النهارده كفته الخضار والعدس يكون هو العصب الرئيسي او اللي هو يكون العنصر الرئيسي في الكفته بتاعتي. العدس ابو جبه هنستخدمه ازاي في اطباق الكفته؟ تشكيله لطيفه من انواع الخضار الموجوده من خير ارضنا، وهنعمل اقراص الكفته مشويه او مقليه حسب الرغبه. معانا سجق بلد النهارده، هنعمل طبق مكرونه بالسجق البلدي، ونشوف الاطفال الحلوين بيحبوا المكرونه دايما مع السجق وانواع الجبنه اللي هم حابينها سواء موزاريلا او شيدر. شوربه مشهوره جدا في بعض المطاعم وبتنسال على السوشيال ميديا، شوربه المشروم بالدجاج بتتعمل ازاي، واضافه الكريمه لها بتبقى لها قوام لطيف وجميل. عايز اشربها يا شيف مغازي زي ما بشربها في بعض المطاعم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله النهارده، وبالتاكيد هتعجبكم. معانا شوربه الدجاج بالمشروم، هنعملها مع بعض ازاي. معانا نوعين من المشروم، مشروم كبير الحجم متقطع وجاهز في بعض الماركات السوبر ماركت يعني، ومعانا مشروم لونه لطيف وجميل، ومعانا بصل وتوم حسب الرغبه، والكريمه اللباني ده الاساس في طبق الشوربه بتاعتي، وقليل من الشبت. انا بحب دايما الشبت مع شوربه المشروم بالكريمه، ولكن قليل منه بالتاكيد بيدي طعم لطيف وجميل. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، شوربة المشروم بالدجاج والكريمة. الكثير بيسأل على السوشيال ميديا أنا عايز أشربها يا شيف بوغازي زي اللي بنشربها في بعض المطاعم. السجق مازال في النار، ما نقلبوش خالص دلوقتي خالص غير لما نشوف السجق خد شخصيته وبدأ إن هو بالصدمة النارية ياخد التجمع الدموي بتاعه وياخد الشكل اللطيف والجميل ويبقى مكعبات في قلب المكرونة. نبص على المكرونة بتاعتنا أخبارها إيه؟ أهي. تعالوا نعمل مع بعض طبق شوربة. شوربة المشروم شفنا مقاديرها يا استاذتنا، تعالوا مع بعض نعملها. بصلية بتتحمر على النار. اتسألنا سؤال قبل ما نطلع الفاصل عشان ما حدش يزعل مننا، وانا ما بحبش الناس الطيبة تزعل مني. الفراخ المشوية تتعمل ازاي؟ الفراخ المشوية دي مدرسة، ولكن هقول لحضراتكم على طريقة سهلة وبسيطة انا شخصيا بحبها. بناخد صدور الفراخ تتقطع شرايح، بعد تقطيعها شرايح بشكل كويس بنتبلها مع عصرة ليمون، زيت زيتون، قليل من الروزماري والزعتر، وتوم طبعا اساسي، وبيتعاد كده بتتشوي على الجريلا وفي قلب الطاسه. في حاله احمرارها جيدا بناخدها نخليها على جنب، ومكان التحمير بننزل ببصلايه ناعمه وتومه ناعمه مع معلقه من الدقيق ونقلب جامد، وننزل بعد كده بقليل من الشوربه او ماء مغلي او بكوجرنيه، وبعدين نحصل على شويه شوربه حلوين. نسقط الفراخ تاني في قلب الصلصه دي، ودي تسمى بيكاتا، بس بيكاتا واخده الطعم المصري. وبعد كده نقدم معاها طبق مكرونه سباكيتي او طبق رز ابيض حسب الرغبه. الشوربه بتاعتي بصلية تتحمر على النار بالشكل ده كده، صدور الفراخ عندنا جاهزه، تعالي يا بيضه يا حلوه، هنقطعها مكعبات. في انواع من الشوربه المتعارف عليها لما نيجي نشربها في بعض المناسبات، ابن بوفيه، افراح حلوه، بيبقى لها شكل ما ينفعش نغير منها. يعني لازم نلاقي الدجاج متقطع مكعبات، نلاقي المشروم متقطع بالطريقه اللي شايفينها حضراتكم، نلاقي البصلايه مش باينه في قلب الشوربه، نلاقي الكريمه اللباني ظاهره ولها شخصيتها في قلب الشوربه، ده مطلوب. ما نلاقيش بقى صدور الفراخ سليمه زي ما هي ونقول دي شوربه دجاج بالكريمه. محدش بيشرب شوربه ويجي يطلعها الفراخ مقطعها في قلب الطبق، خلي بالك. طبق شوربه يعني تتاكل بالمعلقه كده، وحتى في على السفره بتلاقوا معالق للشوربه خاصه يعني، خلي بالكم. اه ده فن الاتيكيت يعني، عينيا انت ابن حلال. هننزل بالدجاج ده يتحمر مع البصلية اللي خدت شكل برونزي لطيف وجميل، وننزل ببقيه الفراخ بالشكل ده كده اهو. التقطيعه دي لازم اهو بالسكينه كده، سكينتك حاميه وتنزلي بقى كده اهو اهو، والسكينه لما تكون حاميه مش هتبذلي مجهود خالص اهو، هي روحها جايه. شكرا. اه اه اه، وكل ما كانت السكينه حاميه، انت ست بتقف في المطبخ كتير، بتحب ولادك، بتحب جوزك، بتحب عائلتك، بتحب اسرتك، فبتعمل لهم اكل، فدايما ايدك مش هتوجعك. اه اه، زي الفل. هناخد الفراخ دي كده
يلا مع السلامه. لا المشروم مش هينزل خالص دلوقتي، خلي بالك مشروم بعدين، دي اخر حاجه. الله، عايز انا بقى طعم الفراخ مع البصلايه. شايفين الجو ده كده؟ الله 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 الله. هو دي شقاوه المطبخ. تدويره للفراخ مع البصلايه. لسه ما خلصتش زي ما هي كده. فاكرين ولا ناسيين؟ طبعا ميه المكرونه اللي انا سالق فيها المكرونه. خلصت الشوربه. حاضر يا غالي. التحميره دي مطلوبه عند الميه، بتغلي على النار. اللهم صل على النبي. اهي نعم يا غالي. ايه المشكله؟ ما دي زيها زي شوربه الكوارع، شوربه سلق المكرونه زيها زي شوربه الكوارع. مين اللي بيقول الكلام ده؟ مدرسه المغازي. اهو 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 اوبا، خلصت الشوربه. بس خلاص، اللهم صل على النبي. ونقلب. لا ما انت عايز لونها ابيض. عيني حالا دلوقتي هتشوف البياض والقوام وكل حاجه فله باذن الله. شوربه زي ما قال الكتاب. المشروم بتاعنا، اللهم صل على النبي. هل تقليبه، نشيل كل حاجه هنا ملهاش لازمه بقى، ونوسع الدنيا كده. حاضر عينيا. عايز اشوف المكرونه. المخرج الجميل، انت عايز اعزمك عليها النهارده؟ اديني 5 دقايق. الغزاء مقابل الوقت. الكريمه اللباني مش هنزل بقى كده، وحذاري انك تنزلي بالكريمه اللباني تغلى على النار تقطع منك، وحذاري تحط على الكريمه اللباني عصير ليمون. الناس اللي بتعمل شوربه سي فود وتحط عصير ليمون على الشوربه وهي بتغلى على النار، ده مدرسه هتوصلنا لمرحله ان الكريمه اللباني تبقى فرطه او الشوربه تبقى فرطه. دي معلقه نشا. حلو قوي زي ما هي كده. معانا الحليب، شيلها من هنا. حلو زي الفل. ونقلب دول مع بعض. نشا، اخبار النار ايه؟ فله تمام. نقلب دول كده. دايما انصحك طبق الشوربه ما تبقاش الشوربه سميكه او تخينه، عشان في اكل تاني على السفره، في مقبلات على السفره، فلازم ناكل من الحاجات ديت. تعملي شوربه تقيله يبقى انت بتقولي للضيوف بتوعكم او الضيوف بتوعنا او الضيوف اللي احنا عازمينهم او الناس اللي قاعدين على السفره، بتقولوا يعني ايه ما تمليش معدتكم جامده الشوربه، وهتقوم على طول على الاكل. خلي بالك. خلص الشوربه بتاعتي. ده مهم جدا، خلي بالك الشوربه تبقى خفيفه. مش هنزل بالكريمه اللباني خالص دلوقتي. حلو الكلام. طريقه سهله وبسيطه، عملنا بيها شوربه المشروم بالكريمه. شويه البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل. متكتريش بهارات كتيره، انا بحب الفلفل الاسود مش بحب اهو. حالا حالا اهو زي الفل. الشوربه كده خالصه. عايز تشوف اللي في الفرن؟ عينيا. حاضر. المكرونه الجميله والصوره الحلوه تتحدث. ايه رايك تشوف الصوره في الفرن وبعد الفرن؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. يلا. لا انت بقى المعلاه والشوكه والسكينه. حبيبي يا شفيق. حبيبي. انت بتخش المطبخ يا شفيق اكيد. طب بتعمل احسن اكل ايه؟ ايوه طيب. حلو قوي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بس خلاص. في اسئله يا استاذ رحاب لحبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، نقول اساميهم كده ونجاوبهم على الهواء مباشره ونشجعهم ان هم يتابعوا الصفحه بتاعتنا، تبقى حاجه لطيفه وجميله. حبايبنا اللي بيسالوا، في سؤال شفته وانا قاعد بتصفح كده، انا بتابع السوشيال ميديا على فكره، دي اساسي يعني. فبعض الاسئله بتقول لك شيف مغازي ايه هي الشركسيه؟ سؤال صعب جدا.
الشركسية تفضل عملها بديك شركسي له عرف أحمر لطيف وجميل، ولكن مفيش مشكلة لو جبنا صدور فراخ سلقناها مع بوكيه جرنيه وخدنا شوربة الفراخ، بعد كده حطينا عليها توست منوح في الحليب مع قليل من البقسماط، ضربناهم مع بعض بقى معانا قوام. بنجيب طاسة ونعمل طشة الشركسية اللي هي عبارة عين جمل وتوم، ونحمصهم على النار مع كزبرة ناشفة، وبعدين ناخد من قوام التوست بالحليب مع شوربة الفراخ نقلبهم مع بعضيهم ونعمل شوية رز مصري. تقولي شركسية برز بسمتي؟ لا. ببرغر؟ لا. بفريك؟ لا. لازم ولا بد رز مصري. طبعا كثير النشويات له قوامه لطيف وجميل، زي الشوسي زي السوشي في اليابان. السوشي في اليابان لازم يكون رز مصري، غير رز مصري ما يبقاش سوشي. خلي بالكم بيفطروا بيه ويتغدوا بيه ويتعشوا بيه. ايه الحلاوه دي؟ انزل بالكريمه اللباني بقى، انزل بالكريمه اللباني. شوف الكريمه اللباني وهي نازله بتغني بتغني. العب. خلصت الشوربه زي الفل. طبق التقديم، هتحطي بقدونس على الشوربه، هتحطي كرفس، هتحطي اي نوع من انواع الخضروات يفضل ان احنا نحطها بعد ما تطلع من النار. شوف القوام، شوف الجمال، شوف الجمال. ايه ده؟ هي دي الشوربه الخفيفه. اتقل من كده مش هنشرب منها. وبعدين المشروم بشخصيته، تحس المشروم له تقطيعه كده، لازم نحافظ على شكلها وجمالها. حاضر حاضر، هنخلص اهو. طبق الشوربه ده اغرفه فين؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عايز طبق كبير؟ عينيا. ده مكانها، اعتقد ده حلو. ايه رايك؟ حلو قوي، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب المشروم وهو نازل في قلب الطبق كده يتناغم، ويا سلام لو معاك قطع من الدجاج. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الدجاج وده المشروم. مشهوره ببعض المطاعم الاوبن بوفيه في بعض المناسبات بنلاقيها موجوده بتتصدر. عيني اهو، عيني. حاضر. شلال من الشرب الفراخ بتاعتنا الجميله. الف هنا وشفا. ناخد المشروم كله. على فكره المشروم بروتين ومصدر غني جدا للبروتين النباتي وامن. عنده الكوليسترول كل مشروم، مشاكل مع السكر كل مشروم. المشروم بروتين نباتي ابيض امن، مفيش منه مشاكل خالص. الحلقه بتاعتنا فيها شويه بساطه وسهوله، مرونه كمان للمطبخ، ازاي تخش المطبخ تعمل الاطباق اللي نفسك فيها بنفس المكونات ونفس الماتيريال اللي بيكون معاكي كل يوم. فتحت باب الفريزر لقيت طبق فيه سجق ناسياه، كنت جايبه من عند الجزار تشكيله من اللحوم. خدت السجق ده خليتيه يفك في درجه حراره المطبخ. سلقنا كيس مكرونه من اللي موجود عندنا في درج المطبخ، عملنا صينيه مكرونه او طاجن مكرونه بالسجق بمدرسه المغازي بشكل وبطريقه مختلفه تاني خالص. عملنا النهارده راس الكفته لطيفه وجميله، موجود فيها العدس ابو جبه اللطيف الحلو اللي هو عنوان طبق الكشري المصري، موجود فيها طبعا البطاطس النشويات والكربوهيدرات، موجود فيها الكوسه المفيده للقولون، موجود فيها الجزر الغني بفيتامين سي، والبسله الجميله اللطيفه العنصر البوتاسيوم اللي مفيد جدا للسيدات الحوامل. الشوربه الجميله الحلوه بهديها للاطفال الحلوين اللي بيحبوني دايما بياكلوها في بعض الفنادق او في بعض المناسبات. يعني ببساطه وسهوله تقدري تخشي المطبخ تعملي طعم تاني وشكل تاني وصوره تانيه بتكلفه قليله جدا، لان معاكي شيف شاطر بتشوفيه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.